رمضان كريم عليكم وحلقة جديدة من برنامج رمضان سليم، ودائما بحب ارحب بالكابتن محمد. اهلا بك، مبارك. ايه خير؟ احنا في نص رمضان، تعودت شوي على رمضان؟ تعودنا شوي. في الحلقات الماضية تمرنا على كم منطقة، وبتمنى انكم ترجعوا تشوفوهم لانه اشتغلنا على كثير شغلات مهمة لكم. في الحلقة رح نشتغل على منطقة الظهر، صح؟ صح. فجاهز؟ جاهز. يلا بينا. هنتمرن تمارين ظهر، بس لازم برضو نذكر الناس اللي هي تعمل احماءات قبل التمرين، لان احنا سخنا قبل التمرين. صح، وفي كم حلقة عملناها للاحماءات لازم ترجعوا تشوفوها قبل ما تعملوا هذا التمرين واي تمرين. اول حاجة في قبضتين، في هنلعب النهاردة قبضة واسعة. اوكي. هنلعب قبضة واسعة وقبضة ضيقة. القبضة الواسعة بتستهدف الجزء ده. اوكي. تمام؟ بثبت 1 2 3 اطلع شوية شوية. بنزل بثبت 1 2 3 عايز الأداء ده بالظبط 1 2 شايف ده بيجي بالزاوية دي والزاوية دي صح 1 2 هنعمل كام؟ هنعمل 3 في 10 والراحة من دقيقة ل 20 ثانية نعمل 3 في 10 كم شدة التمرين؟ لا دي 8 8 من 10 يبقى خلاص 8 من 10 يعني نثبت الوزن. ده بيستهدف اي منطقة؟ ده بيستهدف المنطقة اللي هنا، المنطقة العلوية للظهر. اوكي. في هنستخدم بقى دلوقتي لما نمسك ضيق بنستخدم المنطقة السفلية. تمام؟ اوكي تمام. المنطقة الوسط والسفلية. اوكي. تمام؟ همسك بس همسك بالشكل ده بالظبط. اوكي. نفس شايف الشكل؟ اها. وبنزل 1 2 واطلع شويه شويه. اهم حاجه النفس. 1 ارفع فوق 2 اوكي. نفس ما انت قلت 3 في 10. هناخدها 3 في 10 ولازم بس برضو قبل ما نقول 3 في 10 شد التمرين كانت قد ايه؟ نفس الاول يعني 8 8 من 10 خلاص 8 صح. من 10 ما نزودش، لو اقل شدة التمرين اقل من كده ممكن نزود، مثلا نزود حبه حبتين بالتدريج. اوكي، بس نفس ما انت قلت هنا كم منطقه بتشتغل مش بس زي الاولى يعني؟ لا، عندك بس هي الظهر بتشتغل، بس لما انت بتيجي بتفرد ايديك بتعمل استرتش لعضلات الدراع. اوكي حلو. شكرا كثير على هاي التمرينين اللي اعطيتنا اياهم. في عندنا تمارين للظهر كمان ولا حكم؟ عندنا تمارين كثير للظهر. اوكي، فتابعوا الحلقات الجايه عشان تعرفوا تمارين الظهر الباقيه. احب اشكر دائما كابتن محمد، واشكركم كمان على المشاهده. تابعوا قناه منصه المشهد عشان يوصلكم كل جديد. معاكم معاذ في برنامج رمضان سليم.